رح نضل بسيره التيفيات وهيك، نحكي ال بي سي ام تي في شوي. هلا من بعد طوني بارود، دولي، جورج، مارسيل غانم، كلهم اجوا يعني، وهلا جو معلوف. شفنا الاعلامي مالك مكتب يعني ما هون اجى على ام تي في، اجى على ام تي في، كان عنده جرأة يجي، واجى بيطلع حلو هيك مشطشط برنامج. اجى ببرنامج ايه، خلينا نشوف كيف. حتى مالك مالك مكتب كلام من بعض وخروج مع مارسيل غانم، اذا اسقط مرور الزمن. واو واو. انت من وين بيير رباط؟ انا من الصيفه، من بيروت يعني. بيير رباط من الصيفه؟ مش بيير رباط من بيير رباط يعني؟ شو؟ انه مش منك بيير رباط، من بيير رباط. كيف يعني؟ يعني مثلا انا إلي سليمان، هلا بدي اوجه تحيه لاهل ضيعتي إلي سليمان، بوجه لهم تحيه. شو اسمها ضيعتك؟ إلي سليمان. كيف يعني؟ يعني انا إلي سليمان وضيعتي إلي سليمان. رح نشوف هذا الفيديو. اوكي. مجد مروشي 26 سنة من مجد مروشي. مجد المعوش 26 سنة من مجد المعوش. ثابت ثابت، بس انه قد ايه صدفة قوية يعني. عم تخيل اذا بالمدرسة كان شيطان وبيطلبوا ورا اهله، انه بعثوا لي ورا اهل مجد المعوش بيجوا الضيعة كلها. رئيس البلدية والمختار تعجب يعني. بلوك. طيب حكينا عن الزجل تبع الاو تي في وعن الاحد. نعم. وهيك شكله هلا 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 علي سليمان، برافو. هلا اخر ما بيتغير. هيدا اخر فيديو عندي. هلا بدي ارجع شوي للزجل والعرق وكذا والسكر. بقى شكلها هيدي المذيعه تقلت عرق بالزجل، كانت عم تعطي حفله الزجل تبع الاو تي في وتقلت شويه عرق، وكان عندها حلقه من بعدها طلعت، لانه نوي تقول هيك شيء لما تكون مشاركه بالحفله الزجل. خلينا نشوف. كما علم وزير خارجية مصر بأنه أجواء اللقاء مع الرئيسان كانت ممتازة، وأيضاً أعلن الرئيسان تطبيق القرار 1701 فيما إسرائيل عم تنتهكه براً وبحراً وعجباً. منيحة. هول هن لهلا. نكست ويك عندي قصص جديدة بدي زيدها فور شور. That's it. Thank you so much, Elie Sleiman.